حافظت القرآن كامل في سنة من بعد ثالثة ثانوي لوحدها. ده إعجاز، ده مش طبيعي. أنا أول مرة أشوف كده على فكرة، يعني أول مرة أشوف حد عايش ما بيننا حافظ القرآن كامل في سنة لوحده من غير محفظ مع يعني مع والدته كده. طب النهارده احنا بنسال سؤال بمناسبه هتحصل بكره، اللي هي ايه بقى؟ عيد الحب، عيد الفلنتين. معروفه معروفه دي الفلنتين. حاجه بتحصل في العالم كل سنه بكره، اكيد انت عارف عنها. واجز عشانها، واجز عشانها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده من برنامج حتى لا يهجر، البرنامج المحبب لقلوبنا جميعا. النهارده في حلقه خاصه يا جماعه، حلقه مميزه جدا، لان الحلقه بتاعتنا النهارده بتتكلم على فكره بتحصل كل سنه يوم 14/2 تحديدا. ايوه هو اللي جه في دماغك، ايوه هو اللي جه في دماغنا، هو عيد الحب الهابي فالنتاينز داي. وزي ما احنا عارفين من غير ما اقول لكم ان احنا عندنا في الاسلام هم عيدين بنحتفل بيهم، هم عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني ما عندناش حاجه اسمها عيد الحب، ما عندناش حاجه اسمها عيد الام، ولكن الاسلام برضو بيقول لنا ان احنا نحتفل بالحب في كل وقت. الزوج يحتفل بزوجته في كل وقت، الزوجه تحتفل بزوجها في كل وقت، وده اللي امرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وحسنه في كتابه العزيز على الزواج. يعني انت لما تشوف واحده تعجبك وتحس ان انت عايز تكمل معها حياتك، لازم تعمل زي ما ربنا تبارك وتعالى امرنا في كتابه العزيز، وتتجه الى بيتها وتطلب يدها الى الزواج. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عشان كده يا جماعة نزلنا النهاردة نسألوا الناس في الشارع عن عيد الحب، وإيه وجهة نظرهم عن عيد الحب خصيصا. إن شاء الله هنلاقي إجابات جميلة جدا، وإن شاء الله ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لنا إيه رأيكم في عيد الحب برضو زي ما هنسأل الناس النهاردة في عيد الحب. وما تنسوش السبسكرايب واللايك، بيزيد جدا من انتشار الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أول حد معانا في الحلقة النهاردة يا جماعة، نتعرف بيكي. يارا رأفت. يارا رأفت، بسم الله ما شاء الله. أنت شيماء حاتم. شيماء حازم. شيماء حاتم، ربنا يبارك فيك يا شيماء. طيب احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم في موضوع اللي هو إن شاء الله هيحصل بكرة، اللي هو بيعمل ضجة في العالم كله، اللي هو الموضوع بتاع إيه؟ بتاع عيد الحب. عندنا احنا كمسلمين في حاجة اسمها عيد الحب؟ لا، هم عيدين بس، عيد الاضحى وعيد الفطر. طب ايه رايك انت في القصه دي اللي بتحصل كل سنه؟ يعني انت ايه رايك؟ قولي وجهه نظرك بس في العيد الايه. إيه وجهه نظرك في الموضوع بتاع عيد الحب ده عامه؟ يعني صح ولا غلط؟ لا هو غلط. هو غلط. لا غلط. طب ايه رايك مثلا لو حد معجب بواحده، لو واحد معجب بواحده، ايه الحل اللي عندنا في الاسلام بيقول عليه؟ الزواج. بس هو ده الزواج. فاحنا النهارده هنسالك على ايه ان شاء الله عن الزواج ان شاء الله، يعني باذن الله تعرفيها، لو جاوبتيها باذن الله تاخدي معانا جايزه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا دي آية في سورة ايه؟ لو عرفتي سورة ايه او عرفتي تكملي اللي بعدها هتاخدي جايزة، يعني معاكي اوبشن من الاثنين. طب انت عارفاها قبل كده صح؟ اه انت عارفاها. طيب عدلك اختيارات من ثلاثة هسهلها عليك شوية. سورة غافر ولا الأحزاب ولا الروم؟ الروم. الروم؟ جواب نهائي؟ ايوه. طب وانت؟ لا مش عارفة. انهي واحدة فيهم؟ غافر ولا الأحزاب ولا الروم؟ هي قالت الروم. الأحزاب. الأحزاب؟ طب انت ليه قلت الروم طيب؟ ليه قلت الروم؟ المايك بعيد، ليه قلت الروم؟ مش فاكر انا قلتها، قريتها قبل كده في سوره الروم. قريتها قبل كده في سوره الروم. يا بسم الله ما شاء الله عليك، هي في سوره الروم فعلا، وجاوبتها من اول مره. طب انت حافظه القران كله طبعا. طب ممكن نسالك في اسئله تانية وتجاوبي مثلا؟ ممكن.
ممكن اسمع سوره؟ ممكن تسمعي حاجه انت حافظاها، انت حاجه انت بتحبيها يعني. تمام ماشي، قول. اقول سوره البقره؟ ايه؟ اقول سوره البقره؟ ماشي قول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب. ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله. انت عندك، انت في كليه ايه طيب؟ تربيه. كليه تربيه ايه؟ تربيه طفول. بسم الله ما شاء الله عليك. طب ايه قصتك مع حفظك للقران؟ حفظت القران ازاي؟ انا حفظته لوحدي في البيت وكانت ماما بتسمع لي. حفظتيه كامل لوحدك في البيت من طفولتك كده؟ حفظتي القران كامل في البيت؟ بعد ثالثه ثانوي. من بعد ثالثه ثانوي قعدت في سنه خدتي حفظت القران كامل في سنه من بعد ثالثه ثانوي لوحدها. ده اعجاز، ده مش طبيعي. انا اول مره اشوف كده على فكره، يعني اول مره اشوف حد عايش ما بيننا حفظ القران كامل في سنه لوحده من غير محفظ، مع يعني مع والدته كده. انا ابويا الله يرحمه كان بيحفظني، يعني بيقعد معايا بالعافيه بيحفظني بالعافيه، وبعد كده بروح اسمع لشيخ تاني غير والدي. بسم الله ما شاء الله عليكي. طب يعني ايه اللي جه في دماغك عشان خاطر تحفظي القران؟ ليه قلتي انا عايز اخد الخطوه ان انا احفظ القران؟ يعني جت في دماغك ازاي؟ هو الصراحه بعد ما جد وتيتا توفوا انا قلت احفظه. حبا في جدك، يعني انت شفتيه كده هو كان مثلا كنت هتحس ان هو مبسوط قوي لو انت حفظتي، فانت عملتيه عشان خاطر كده. أيوه. فبسم الله ما شاء الله عليكي. وانا مصدوم فعلا من فكره ان انت حفظت القران كامل في سنه لوحدك، دي يعني اول مره اشوفها في حياتي يا جماعه، والله العظيم ما بهزر. دي كسبت معانا جايزه ماديه؟ لا لا، اي حد محتاجه مش عايزه. لا لا، دي جايزه. انت صورت محاضرتك؟ لا بص اقول لك على، انت بتقولي كفايه ان انت صورت ايه محاضرتك، دي جايزه. انت جاوبت ولا لا؟ مش قلت صوره الروم؟ يبقى تاخدي الجايزه بتاعتك عشان خاطر ما نسالوش من بعض. خد الجايزه بتاعتك. انت بقى نسالك، قولي اي ايه، يعني مثلا هقول لك ايه بقولها على طول، بتتفرج على فيديوهاتي بقولها على طول، وتقولي يا سوره ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلتها مثلا بتاع 30 مره، دي سوره ايه بقى؟ لا انا ما اعرفش، ممكن اسمع؟ لا استني بس، عايزين ممكن اسمع. انا مش حافظه القران كله، انا حافظه البقره وآل عمران، وبحفظ في النساء. ما شاء الله. برضو لوحدك كده ولا ما؟ لوحدي في البيت بقى لي 3 شهور وجزء عمه. ناويه برضو زيها تختم القران في سنه برضو؟ ان شاء الله. ان شاء الله ما تعديش سنه لو انت ختمها. طب ديت برضو هقول لك اختيارات، سوره غافر ولا الاحزاب ولا آل عمران؟ غافر. طب ليه قلت غافر بقى؟ أصل طب انت من شويه قلت ايه طيب؟ انت من شويه قلت الاجابه بتاعتك ايه؟ الاحزاب. يبقى سوره ايه؟ الاحزاب. مبروك، كسبت معانا مصحف. هات مصحف، اتفضل. المصحف ده مني حبيب، المصحف ده من رمضان الطوخي، وان شاء الله تكملي حفظ بيه بقى ان شاء الله، عشان انا وانت ناخده ثواب ان شاء الله. يلا السلام عليكم. يلا السلام عليكم، نتعرف بيكي. ايه وانت؟ منى. في سنه كام بقى؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي وانتوا الاثنين؟ أيوة. بسم الله ما شاء الله. اولى ثانوي ايه؟ تجاري. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم وتنجحوا ان شاء الله. طب النهارده احنا بنسال سؤال بمناسبه هتحصل بكره، اللي هي ايه بقى؟ عيد الحب. عيد الفالنتين. معروفه. معروفه دي الفالنتين. طب انتوا ايه بقى، بتحتفلوا بالفالنتين ولا لا؟ لا لا طبعا، انا عمري ما احتفلت بيه خالص ومش معترف بيه اصلا. احنا ما عندناش العيدين. صح، اللي هم عيد ايه بقى؟ الفطر والفطر والاضحى. بسم الله ما شاء الله. ايه بسم الله ما شاء الله، فاهمه وحافظه كويس. طيب ليه انتوا مش مرتبطين بقى؟ لا عشان هي حاجه مش كويسه اصلا، اللي عايز حد اكيد يروح يخبط على بابها وياخدها من بيتها يعني. اكيد كمان دي هتكبر في نظره اكتر، وان هي تبقى كويسه يعني، هيحسها ان هي فعلا انسانه. وهو هيكبر في نظر نفسه وفي نظر اهله، نظرها هي كمان ان هو حبها وراح خبط على بابها. هو ده الحلال اللي ربنا، هو ده الحلال اللي ربنا قال لنا عليه، واكيد ربنا مش بيقول لنا على حاجه غلط. ما هو ربنا ما قالناش مثلا ان انت تشوف واحده تروح ترتبط بيها، لو كان شايف ان ده صح ربنا ما بيختارش الا الصح. فهو قال لنا لما تعجب بحد مش غلط، بس الصح ان انت تروح تتقدم على طول وتتوكل على الله. صح، وفي فتره خطوبه ممكن تتعرفوا على بعض في نطاق الحلال طبعا. أيوة. طبعا هنسالكم سؤال بمناسبه الموضوع ده، ان شاء الله لو عرفتوه ان شاء الله تكسبوا معانا جايزه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دي سورة الأحزاب ولا غافر ولا الروم؟ الروم. دي سورة الروم. الروم. بسم الله ما شاء الله عليك. كسبت بقى على جايزة. هات المصحف. يلا مصحف ليك اهو. ومصحف ليه عشان انتوا الاثنين جاوبتوها. بس ان شاء الله يعني ايه عايزينكم كده برضو تحسوا يعني تتكلموا مع صحباتكم برضو. فهماني بسم الله ما شاء الله عليكم يعني تتكلموا معاهم وتفهموهم ان ده غلط. اكيد انتوا بتقعدوا لو تلاقي حد من صحباتكم بيعمل حاجه غلط. ايوه لازم نعمل طبعا كده اكيد. صح. وبرضو حته الفالنتاين بكره والورود والكلام ده كله يعني ما عندناش الكلام ده كله. حتى لو تشوفوا حد عندكم من قرايبكم متزوج ومتجوزين يعني وكده قولوا له مش لازم تحتفلوا في اليوم ده يا جماعه. ممكن تحتفلوا يوم خميس جاي عادي. مش لازم اي يوم. مش لازم اي يوم عادي. مش لازم الفالنتاين. صح كده. ربنا يبارك فيك. انا بحب صوتك جدا ومبسوطه جدا ان انا صورت معاك ان شاء الله. انا اللي مبسوط بيك والله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. يلا السلام عليكم. نتعرف بيك. عمرو حمامه. عمرو حمامه حبيبي. ابو عمرو منين بقى؟ عمرو اسكندريه من الفلكي. احسن ناس اخويا والله. هنا جاي شغل ولا ايه؟ انا شغال هنا في كفر الدار بقالي سنتين ما شاء الله. شغال ايه بقى في كفر الدار؟ في شركه فلاتر ميه. فلاتر ميه اسمها سما البركه. ربنا يبارك. اعلان لشركه سما البركه اهو ده يا جماعه غير مدفوع الاجر اهو. طيب ايه رايك في عندنا مناسبه؟ هي مش مناسبه، هو في حاجه بتحصل في العالم كل سنه بكره اكيد انت عارف عنها. ركز عشانها. ركز عشانها. ركز عشانها. ليه كده يا عم؟ مش للدرجات دي يا عم. طب هو صح ان احنا نحتفل بحاجه زي دول؟ لا عشان مفيش غير عيدين بس اللي هم عيد الاضحى وعيد الفطر. طيب عم انت عارف مأجزة. الحمد لله. مأجزة عشانها. ربنا انت متجوز؟ اه متجوز. ربنا يبارك. عندي كرمه كمان. بسم الله ربنا يبارك فيها يا رب وتطلع من حفظ القران. طب ليه انت مثلا هم في الشغل عطوا لك اجازه؟ لا. انت كده مع حالك قلت عشان انا ماليش اجازات، باخد اجازه كل 15 يوم يوم كده. طب ليه اشمعنى اليوم ده؟ يعني اشمعنى اليوم ده تحتفل بيه مع زوجتك بعيد الحب مثلا؟ ليه ما انت ممكن تحتفل بيه في اي يوم تاني تخرجوا برده نفس الكلام؟ الصراحه انا باجز اساسا يعني كل 15 يوم يوم، فقلت اريح بكره بقى. اه والله بس بكره كملت 15 يوم فقلت اريح. بس قلت بكره ليه؟ ليه اشمعنى بكره؟ احتفال بقى برده. بص قلت احتفال. طب ما احنا عايزين نشيل الفكره دي، ما احنا عايزين نبدا احنا بنفسنا. ليه ان احنا؟ طب ما انت يعني مش بتخرج في الايام العاديه مع زوجتك وكده؟ اكيد بتخرجوا برده. بخرج بس مش على طول يعني. مش على طول. فهي جت معاك بقى كله بيخرج في اليوم ده. انا مش هخرج، انا هقعد في البيت. هتقعد في البيت بس هتحتفل برده يعني. فاحنا نحتفل ونحب بعض في كل الايام عادي، بلاش اليوم ده. حتى عندي تيجي عند اليوم ده فكنا عديه وقول احتفل بعديه بيوم مثلا. شفت بتحصل على طول في عيد الام مثلا بتيجي تقول ايه خلاص انا مش هحتفل في اليوم ده بس هحتفل ثاني يوم بعديه. نفس الفكره مثلا بتيجي ناس في يوم العيد. شعب مصر برضه يا استاذ رمضان. شعب مصر بقى. شعب مصر. احسن ناس والله العظيم، احسن ناس واطيب ناس شعب مصر اقسم بالله. والناس كلها والعالم كله بيجي عندنا عشان خاطر بس يشوف الضحكه بتاعتنا عشان تبقى طبعا انت عارف الكلام ده اكتر مني طبعا. طبعا اسالك سؤال بقى بيتكلم عن الزواج وان احنا الحل في الارتباط والحل في الكلام ده كله والحل في الاعجاب هو ايه؟ الزواج. هقول لك الايه وان شاء الله تعرفها باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دي سورة إيه بقى؟ او انت سمعت الايه دي اكيد في كتب الكتاب في المسجد كده سمعتها اكيد. اكيد. طب سوره ايه يعني؟ حاول تجيب معانا كده الاختيارات. طيب هديك اختيارات. دي سوره غافر ولا الاحزاب ولا الروم؟ انا اكيد سمعتها من اللي ورا. دمرت الحلقه. دمرت الحلقه. كدب وحش. طيب هي سوره الروم. سوره الروم. ايه سوره الروم؟ كسبت معانا الجائزه عشان خاطرهم بس والله يا باشا. هي مش غافر ولا الاحزاب؟ اكيد اكيد. ما انا كنت هقول الروم قسما بالله. بس اللي ورايا قالوها. قالوها الروم. خلاص تعالوا عشان اسالكم سؤال تاني بس مش هتبقى هي الصوره دي.
تمام ماشي، كسبت معانا مصحف، وانا والله مبسوط ان انا شفتك مصحف من اخوك بس حبيبي والله ده انا بحبك اكتر والله، بتفرج على حياتك واعمل لك يعني حبيب. كومنتات جامده حبيبي، احنا مكملين بيك والله العظيم، وانا مبسوط ان انا شفتك والابتسامه الجميله اللي على وشك دي والله. ربنا يبارك فيك ويبارك في زوجتك ويبارك في بنتك ان شاء الله، وجعلهم كلهم في ذريه صالحه كده باذن الله، وربنا يبارك لك وتجيب كمان ولد واثنين وثلاثه حبيبي. حبيب اخوك يا صاحبي، الله يخليك.